قعدنا على الساس اتفرج ليش منطقة، قال لي منطقتك جيدة يعني استراتيجية نستفيد منها. وشو فهمت بعدين؟ انه تابع لإيران، قال لي باسم هي الشعبة يعني. اوكي. جلسة قال بس بدك تشتغل معنا. شو بدي اشتغل معك؟ فقط عبارة هالحدود. قال لي يا اخي هو المخابرات العسكرية بس وراها ايران، يعني اللي فهمته انه تبعيته لايران. يعني ايران كمان ما في واجهة هيك، في غطاء اللي هو شعبة المخابرات. حدوا بمنطقة حدودية. شو منطقة حدودية؟ انه حركة منطقة حدودية. مثلا مرة مرات قلنا له في دبابة امبارح الساعة كذا. دورية مرت الساعة كذا، تمام؟ ضمن هالكلام اللي صار.